صباح الخير مشاهدينا الكرام في الفقرة الحوارية الثانية من هذا الصباح. غدا بإذن الله ستنطلق جلسات الحوار الوطني في شقه الاقتصادي، وطبعا يعني المحور الاقتصادي مهم في هذه الفترة المهمة، خاصة بعدما شهدنا منذ يومين أو يوم الجمعة الماضية توقيع الحكومة المصرية لرأس الحكمة وضخ المزيد والمزيد من الاستثمارات في مصر، وبالتالي سينتعش الاقتصاد المصري. في هذا الحوار سنتحدث بالتفصيل عن جلسات الحوار الوطني للشق الاقتصادي أو المحور الاقتصادي معي الأستاذ أحمد زغلول رئيس القسم الاقتصادي بروزال يوسف. صباح الخير يا فندم. صباح الورد. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. نبدأ بجلسات الحوار الوطني للمحور الاقتصادي غدا بإذن الله. طبعا يعني صفقة رأس الحكمة اللي عملت رواج في الاقتصاد المصري ستكون بالطبع على رأس أولى المحاور لجلسات الغد. طبعا هو طبعا، بس احنا لما نتكلم على جلسات الحوار الوطني فهي جلسات امتداد للحوار السياسي اللي حصل قبل كده، ولكن يعني هذه النقاشات هتكون منصبه على الاوضاع الاقتصاديه، ومن يوم الاثنين ليوم الخميس كل يوم تقريبا في ثلاث جلسات، بحيث انه يبقى في مخرجات لهذه الجلسات يتم عرضها على الحكومة، بحيث أنه تؤخذ يعني بعين الاعتبار سواء في الموازنة الجديدة أو الخطة الجديدة اللي هيتم إقرارها خلال الفترة الجاية، أو حتى في الاتجاه الاقتصادي للدولة أو في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة. مسألة مشروع رأس الحكمة طبعا هو مشروع فرض نفسه بقوة على الساحة، مشروع بيدر 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين، ومنهم 15 مليار دولار يعني يعتبر فورا، فده أمر مهم جدا في ظل طبعا أوضاع كنا بنعاني بشكل كبير جدا من أزمة في العملة. حضرتك كنت متابع سعر صرف الدولار والسوق السوداء اللي كانت بتتلاعب بيه، وصلته لفوق 70 جنيه للأسف، ولكن هذه الصفقة من شأنها يعني فور ضخ هذه الاموال في الجهاز المصرفي. هو بمجرد الاعلان بدا الدولار يهدى في السوق الموازي. تمام، بمجرد الاعلان حتى قبل الضخ. والاهم ضخ هذه الاموال في الجهاز المصرفي، لانه هي اللي بتسمع عند المستوردين وعند اللي بيحتاج العمله سواء المسافرين او المستوردين او غيره، لانه لما البنوك توفر الدولار للمستورد فمعنى ذلك ان هو مش هيلجا للسوق السوداء، فالسوق السوداء هتتراجع بشكل اكبر وممكن يعني تبقى موازيه للسعر الرسمي وما نلاقيش سوق سوداء فيما بعد. فمهم جدا ضخها يعني بشكل سريع في الجهاز المصرفي، وانه قائمه الانتظار بتاعه الواردات السلعيه المهمه اللي المفترض كانت معطله على مدار شهور ماضيه، انه يبدا البنك المركزي بالتعاون مع الجهاز المصرفي انه يعني يفك هذه الاعتمادات المستنديه يبدا يحل المشكله، علشان ايضا تدفق الواردات ده برضه هيهدئ من الاسعار، لانه احد اهم النقاط اللي هو على راس المناقشات في الحوار الوطني الاقتصادي هو التضخم وغلاء الاسعار وكيفيه مواجهته. فواحد من ضمن الحاجات توفير الدولار بشكل سريع في الجهاز المصرفي لفتح الاعتمادات المستنديه لاستيراد السلع المهمه والعالقه طبعا في الموانئ او العالقه ايضا في الخارج. في ناس متفقه عامله اتفاقات ومش قادره يعني تجيب الواردات بتاعتها، فده امر مهم جدا. السؤال المهم اللي المواطن بيساله، ازاي ده ينعكس بقى على المواطن وعلى الاسعار؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك انه احنا في الفتره السابقه ما كانش حد بينافس السوق السوداء في توفير الدولار للمستورد، يعني المستورد كان بيجيب دولار من السوق السوداء علشان يقدر يفتح اعتمادات ويقدر يلبي الطلبات وهو الشخصيه فيما يتعلق بالنقد الاجنبي. ولكن فور وصول الدولار للجهاز المصرفي في تصوري انه الموضوع هيختلف تماما، الاسعار يعني لما يبقى في موفور سلعي موجود في السوق فده معناه انه الاسعار هتبتدئ تنخفض بشكل تدريجي وبشكل طبيعي. ده من الامور المهمه جدا. احنا السبب الرئيسي في معدلات التضخم او في موجه التضخم الاخيره هو ازمه العمله. يعني من سنتين
كانت معدلات التضخم العالميه والموجه اللي ارتفعت بشكل كبير وكانت اثرت عندنا، ولكن دلوقتي في انحسار في معدلات التضخم عالميا. بدات اوروبا وامريكا بعد ما كانت معدلات التضخم واصله ل 9% وده بدات تنخفض، بدات توصل ل 4 ونسب نقدر نقول انها اقرب للطبيعيه بالنسبه لهم. فالمفترض انه ده كان ينعكس عندنا بشكل او باخر، ولكن ازمه العمله للاسف حال دون انه تراجع الاسعار عالميا. ده احنا لو بصينا كمان للفاو كانت مطلعه تقرير بتقول انه اسعار السلع الغذائيه تراجعت عالميا بشكل كبير، يمكن مثلا ادنى مستوى مش عارف 9 سنين او 12 سنه، ولكن للاسف ده كله يعني ما اثرش عندنا نتيجه انه ازمه الدولار حالت دون حدوث ذلك. يعني المحور الاقتصادي ومناقشات الجلسات غدا بإذن الله في الحوار الوطني، إيه اللي هيكون على رأس الأولويات وإيه اللي هيتم مناقشته، وبيختلف إيه هذه المناقشات عن المناقشات السابقة في الجزء الأول من الحوار الوطني؟ هو الحوار الوطني طبعا كان في أغلبه منصب على الجانب السياسي، صحيح كان بعض الطروحات الاقتصادية، ولكن هنا كل الحديث عن الشق الاقتصادي للدولة. طبعا أنا قلت لحضرتك أنه هيتم الحديث بشكل موسع ومفصل عن كيفية مواجهة غلاء الأسعار وخفض معدلات التضخم لمستهدفات البنك المركزي. مستهدفات البنك المركزي 7+2 أو -2، يعني لا إما 5 لا إما 9%، ده معدل التضخم المقبول لدى البنك المركزي. طيب إحنا عندنا معدل التضخم في الوقت الحالي 34-35%، فرقم ضخم جدا ورقم يعني مؤثر على السوق. إحنا كلنا طبعا لامسين أسعار السلع والخدمات بتتزايد بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. فالوصول أو خفض معدل التضخم إنه يوصل 7% أو 9% أو 5% ده المتوسط العام، ده أمر مهم جدا ولابد من الإسراع وحشد كل الوسائل علشان نقدر نوصل بهذا المعدل للمستويات المقبولة، علشان المواطن يشعر بأريحية وتحسن في مستوى المعيشة. لأنه إحنا دلوقتي في حزمة اجتماعية تم طرحها، رفع حد الإعفاء الضريبي للدخل ل60,000 جنيه، وزيادة المرتبات بالنسبة للجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية بحوالي 1,000 أو 1,500 جنيه، وعمل رفع أيضا للمعاشات وغيره. ولكن كل هذه الحزمة يمكن يعني أن يعني التأثير بتاعها يكون محدود جدا لو لم يعني نسيطر على معدلات التضخم. الشبح ده هو المرعب بالنسبة للمواطن، لأنه الأسعار كل يوم بشكل، فده طبعا أمر. وده السؤال يا أستاذ أحمد، إزاي نخرج من الجلسات ومن النقاشات ومن الحوارات دي إلى تنفيذ على أرض الواقع؟ إزاي ده نشوف نتائج ملموسة على أرض الواقع؟ هو طبعا الحكومة هتكون مشارك في هذه الجلسات، وفي اعتقادي أنه من الضروري الناس اللي بتطرح آرائها في هذه الجلسات انه تناقش بشكل اكثر جديه دور الجهات الرقابيه في مساله ضبط الاسواق. يعني احنا عندنا جهاز المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه وجهاز حمايه المستهلك، الجهازين دول المفترض ادوارهم مهمه جدا. جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه ده المفترض انه بيعمل دراسات على السوق ويشوف ايه الشركات اللي هي ممكن تبقى عامله مثلا كارتيلا او عامله اتفاقات احتكاريه، فيقدر انه يعني يسيطر على هذه الاتفاقات وانه يحولهم للنيابه ويضبط السوق في هذه الجزئيه. وجهاز حمايه المستهلك المفترض انه ازرعه في السوق كثيره ويقدر ينزل يتابع الاسعار، واللي عنده مخالفه بيعمل له بيحرر له مخالفه، وممكن كمان تصل الى اغلاق المحل او اغلاق المكان التجاري اللي هو بيرفع الاسعار او بيتلاعب بالاسعار بشكل غير منطقي. فهذه الاجهزه اذا كانت محتاجه دعم في الكوادر البشريه، اذا كانت محتاجة زي ما حضرتك طبعا محتاجه دعم في الكوادر البشريه، يعني لو مثلا لو الكوادر البشريه عندهم قليله يعني ما تستطيعش القيام بادوارها في سوق كبير زي سوق مصر، لا نقدر ندعمها او ندعمها ماليا او ندعمها تكنولوجيا بحيث انه تقدر تؤدي ادوارها بشكل كبير خلال الفتره الجايه. لانه ما ينفعش ان احنا نبقى حقيقي في سوق مشوه الى هذا الحد فيما يتعلق بمساله الاسعار، كل واحد على حسب دماغه. ده امر مهم جدا. الامر الثاني استخدام السياسات النقديه بالشكل المطلوب علشان نقدر نواجه التضخم. هل البنك المركزي يمكن ان يقوم برفع الفايده الى مستويات اعلى خلال الفتره الجايه علشان يقدر يسحب السيوله من السوق ويقلل من المطلوب؟ ورفعها من فتره 2% بالفعل، ولكن هي ما زالت في مستويات
يعني بالنسبة مثلا للاقتصادات ممكن تكون بتعاني من التضخم الاقتصاد بالنسبة التركي. لبعض الاقتصادات الأخرى مرتفعة. اه طبعا، لا بالنسبة للاقتصادات طبعا مرتفعة، الاقتصادات الأوروبية هم كده ولا كده أساسا صحيح. عندهم المستويات قليلة، ولكن مثلا تركيا رفعت الفايدة عندها أعلى 40%، وده علشان تقدر تواجه شبح التضخم بس ده اللي ارتفع. بيضغط على البنوك وعلى الموازنة. هو بيضغط على البنوك وبيضغط على الموازنة طبعا، ولكن انت مش بتعمله بشكل مش مدروس، لازم يبقى مدروس ولمدة معينة، يعني ما يبقاش على طول انا عندي ال 40% ده رقم كبير جدا، ممكن يوقف عجلة الإنتاج. هو عجلة الانتاج يعني بتعاني مشاكل اخرى، يعني مشكلة مثلا توفر الدولار، ده هو المشكلة اللي ده موقفة الأساس. عجلة الانتاج في الفترة الأخيرة. أنا مش بقول إن إحنا نرفع الفايدة لل 40%، هي في حدود دلوقتي 21%، لو اترفعت ل 23 وبقى في مثلا شهادات ب 30%، أعتقد إنه الناس اللي في كانت بعض البنوك تقريبا نزلت 30% اعتقد، او بنك واحد. هو ما مش شهادة، هي وعاء ادخاري، صحيح. وعاء ادخاري مختلف عن الشهادات، ولكن لو شهادة ب 30% والبنوك الحكومية تتولى ده، فاعتقادي انه هتسحب سيولة كتيرة جدا موجودة الناس كانت بتستثمرها في الدولار، في الذهب، في الحاجات اللي هي ممكن تكون عملت ارتباك في السوق في الفترة اللي فاتت. المبادرات اللي قدمتها الدولة خلال الفترة الماضية للتخفيف على كاهل المواطن زي مبادرة كلنا واحد وغيرها من المبادرات، ازاي نقدر نناقش ده في الحوار الوطني ونكتر المبادرات دي ان هي تعم كل الفئة او كل الشريحة المحتاجة لهذا الدعم؟ طبعا من المهم جدا مسألة زيادة المبادرات دي ودورها في المجتمع، لأنه هي بتخفف عن كاهل المواطن اللي احنا بنقول انه لما بيدخل محل او سوبر ماركت بيلاقي الاسعار مرتفعه جدا، هذه المبادرات بتخفف من حده الاسعار على المواطن، ولابد ان يتم مناقشه انه نزود ده في المحافظات ونزوده بشكل كبير، ولكن اللي انا عايز اقوله انه لازم تكون ده الى جانب الحلول الاقتصاديه الجذريه، ان احنا ازاي نخفض الاسعار في كل المحال التجاريه، ازاي نخفض الاسعار على المستوى العام، ما يبقاش مبادره واحنا مثلا عندنا منافذ او عندنا معارض نقدر من خلال نخفض الاسعار بشكل او باخر، انه مثلا نتحمل احنا كدوله جزء من قيمه هذه المنتجات وبندعم بها المواطن، ده تمام وعلى الراس وحاجه بتؤثر بشكل كبير جدا بالنسبه للمواطن، المواطن محتاج انه تخفض له الاسعار باي طريقه، ولكن الحل الامثل انه لا، زيادة الإنتاج بشكل كبير خلال الفترة الجاية، لازم احنا عندنا مصانع كثيرة جدا، وعندنا الأراضي الزراعية اللي تم التوسع فيها خلال السنوات الماضية أيضا، الإنتاج بتاعها بدأ يرتفع بشكل كبير، ولكن احنا محتاجين انه يعني نكثف جهودنا من أجل زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، لأنه هو ده الحل الوحيد علشان نقدر نخفض الواردات بتاعتنا. احنا لو بصينا على حجم الصادرات وحجم الواردات في نهاية 2023 هنلاقي ان احنا صادراتنا السلعية في حدود 35 مليار دولار، وده رقم الى حد ما يمكن زي السنة اللي قبلها او اقل شوية، ولكن حجم وارداتنا، انا مش هقول حجم وارداتنا، انا هقول عجز الموازنة بقى، الفرق ما بين الصادرات والواردات 35 مليار برضو، فاهمني؟ يعني احنا عندنا، احنا بنستورد بضعف، يعني 70 بنستورد، ايوه احنا بنستورد تقريبا بضعف اللي بنصدره، فدي مشكلة كبيرة جدا ومشكلة مزمنة لابد أن يتم حلها، وده مش هيتم حله أبدا إلا بالإنتاج. ومسألة الإنتاج، توافر الدولار في الوقت الراهن مهم جدا، لأنه الخامات والمعدات ومعدات المصانع، في مصانع توقفت نتيجة أنه مش قادرة تجيب الخامات بتاعتها من بره، فدي مشكلة لابد من حلها بشكل سريع. رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الإعفاء الضريبي، شايفهم إزاي وإلى أي مدى بيؤثروا على الحياة المواطن بالإيجاب؟ طبعا انا شايف انه مساله رفع حد الاعفاء الضريبي ل 60,000 جنيه بدل 45,000 جنيه ده امر مهم في جدا. السنه؟ طبعا في السنه، يعني في السنه الموظف ليه 60,000 جنيه دول ما عليهمش ضريبه خالص. كويس؟ فده بيخفف من او بيقلل من قيمه الضرائب يعني اللي في شهر 2000 2000 وشويه. تمام تقريبا صح كده. يعني ده بيقلل من نسبه الضرائب اللي بيتحملها الموظف طوال العام، ودي ده امر محمود ومهم جدا. ايضا رفع الحد الادنى للاجور ل 6000 جنيه، وده طبعا ده 6000 جنيه بالنسبه للدرجه الدنيا، ولكن طبعا للدرجات الاعلى بيبقى الحد الادنى للاجور اعلى من كده، ده بقى ايضا مهم جدا. ولكن اللي انا عايز اذكره هنا علشان برضو تبقى المساله واضحه، القطاع الخاص،
الدولة أقرت حد أدنى للقطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص ما زال لا يطبق الحد الأدنى للأجور، ودايما التعلل بأنه الأوضاع الاقتصادية لا تسمح، أنه ظروف المصنع لا يسمح، ظروف الشركة لا تسمح. هل أقدر أجبره؟ طبعا اللي يدخل وياخد منك تراخيص وياخد منك موافقات تجبره، تقول له انت الحد الادنى عندك لاجر العامل في حدود كذا، 6000 4000 5000، ولازم يلتزم بهذا الحد، لانه في بعض الناس لغايه دلوقتي مثلا شركات ولا غيره لا تلتزم، بتدي ارقام زائده جدا، ويعني بتزيد المساله سوءا بالنسبه للمواطنين. استاذ احمد زغلول رئيس القسم الاقتصادي بروز اليوسف، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده نكون انتهينا من حلقه اليوم من هذا الصباح، غدا باذن الله حلقه جديده واخبار اخرى. دمتم في امان الله، شكرا لحضراتكم. العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة النيل الأخبار على التردد التالي